فريق الشوامخ زايد او موجب 2000 نقطة، فريق الرايقين 1000 نقطة. ايه فريق الجوارح خصم 3000 نقطة، فريق الشوامخ موجب 2000 نقطة، فريق الرايقين موجب 1000 نقطة. الكلام هذا فقط في الجولة اللي قبل شوي اللي هو كان السؤال الثالث. تمام؟ طيب الحين معنا المجال الثقافي فريق الجوارح، صح؟ ايش باقي عندنا كروت احنا؟ باقي عندكم انتم حولتوا كم تحويل؟ كم حول؟ حولتوا تحويل واحد. اتصال واحد. وتجميد. تجميد وتحويل. حول فريق الجوارح حول تحويلين؟ تمام. أوكي. تمام. يعني باقي لهم تجميد. نقدر نجمد. اتصال واحد. 20 ثانية. التحويل مرتين. أتوقع الثلاثة كلنا حولنا كلنا. كلكم حولتوا بس ما أدري كم هذا حول تحويل. إنما استخدم الاتصال. تمام. إيه لكم الاتصال لكم الحقيقية. فا تمام. الرايقين هم اللي باقي لهم تحويل. يعني الشوامخ خلصوا التحويل اللي عندهم صح؟ لا مالك لو احنا حولنا مرتين فلاح ومحمد. شوامخ احنا وانتم والرايقين يقولون حولوا مرتين فلاح حول ومحمد حول. دم يا اخوان. يا سلام. دعوه دم يا سلام. معكم مطوع بتغشون مصيبه. الله يعافيك. طيب الجوارح. طيب السؤال يقول من هي القارة التي يطلق عليها اسم القارة المسطحة؟ والخيارات أمامك: إفريقيا، أمريكا، أستراليا. عندك بس التجميد. عداد شغال تخصم النقاط كذا. طيب تجميد. تجميد. تجميد المن؟ لا ما في صح. ما في تجميد؟ لا. طيب خلاص أتوقع أنها أستراليا. استراليا. وقف وقف على 10. استراليا ليست قارة. وقف على 10 وقال استراليا. وفريق الرايقين جاوب منهم ممثلهم وش قلت؟ استراليا ليست قارة. استراليا ليست قارة. إذن الإجابة صحيحة. استراليا قارة. نعم أنا مسؤول عنها. جديدة ممكن أنا اللي خليتها مستقلة. إجابة صحيحة. تمام. طيب. إجابة صحيحة ربحتوا 100 نقطة. خير وبركة. تمام. يعني صار مخصوم عليكم كم؟ 2900. 2900. فريق الجوارح ربح معنا 100 نقطة. تبغون هم ولا خلاص؟ خلاص خصم. لا. والله. خلها 2900. كيف أنت يبغى هذا؟ والله زيادة 100 نقطة مشكلة شوية. حيوان سلطان. سلطان حيوان. طيب فريق الجوارح كسب معنا 100 نقطة. تمام. الحين السؤال الأخير. طبعا تجميد راح منكم كلكم، التحويل راح منكم كلكم، بقى الاتصال. راح منكم الاتصال وراح منكم منا الاتصال. بقى الاتصال عندكم يا فريق الشوامخ. تمام. السؤال يقول فريق الشوامخ في المجال الأدبي، والسؤال يقول يا الشوامخ معنا يا الشوامخ. السؤال يقول من هو أفصح الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، إبراهيم، خليل الله. أنا أعرف الإجابة. إيه. لكن أبي اتصال. يبي اتصال. إيه. يعرف الإجابة ويبي اتصال. إيه. إذن فريق الشوامخ يبون اتصال. مختلف. بدوا. إيه. 300 نقطة. شبه النقاط. وضحوا فيها يبون من الجمهور هو اللي جاوب يقول إن الإجابة سهلة ويبون يأخذون بث أو يبون سناب عشان يرضوكم فيها يقدمون الشيء اللي يصير خطركم. تبون بث يقولون يبون بث عشان يكونون حصري معكم، كل واحد منهم ياخذ ويعطي مع جمهوره. فننتظر الاتصال من الجمهور الله يعافيهم عشان يعطونا الاجابه. اذا كانت اجابه صحيحه يحصل فريق الشوامخ على اما بث ولا بث. انتم تبون بث صح؟ تمام. عندكم سناب ولا بث؟ والفريق يقول يبي بث. سبحان الله. ما عليك خلها شوي. طيب ننتظر الاتصال. والسؤال من هو أفصح الخلق؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، إبراهيم، خليل الله عليه السلام. مكتوب هنا عيسى ترى. طبعا. ها؟ عيسى وليس إبراهيم. ما عليه. إذا اعرف إذا كتبت الإجابة هنا وجت الإجابة هنا اعرف إنها. إحنا على كل حال الأول. طيب معنا اتصال.
مرحبا، الاسم الله يعافيك. يا اهلا، شاي. شاي؟ اي شاي. يا مرحبا يا شاي. يا اهلا. طيب، من هو افصح الخلق؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام، ابراهيم خليل الله عليه السلام. محمد. اجابه صحيحه، محمد صلى الله عليه وسلم. قولي صلى الله عليه وسلم يا شاي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول البخيل الذي اذا ذكرت عليه فلم يصلي عليه. صلوا وسلموا على رسولنا عليه الصلاه والسلام. انا ادري انه من يعني قناه ارتباك شوي، لكن ما عليه. طيب يا شاي، ايش تختارين؟ الله يعافيك، هم يبون بث، وانت لك خيارين، تبين تعطينهم بث ولا سناب القناه؟ ارجع واقول هم يبون بث. هم يبون بث. هم يبون بث. لا، سناب القناة. ايش قالت؟ ايش؟ سناب القناة. الحمد لله ظلم. والله أنا ظلم. والله أنا صادق، أنا العمدة، أنا عمدة، اسمع، أنا عمدة، قراري يمشي. والله العمدة. هذه المنتخبات أبغى تنرفزنا. والله العظيم ظلم. ما عليه. والله انت اخذ سناب القناه يا رجال، توكل على الله. والله ما صور. اجلس. طيب طيب، احنا لو قلنا عكسين ممكن تاخذ عكس. طيب اجلس يا سالم، اجلس 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 يا سالم. اما اتمنى من الجمهور جميعا، اما كذا الاتصالات ولا فلا؟ اي والله لا تزيل الاشياء ذي يعني، والله غصب يعني. والله اني اتلذذ. ولو في بحط خصم المره الجايه، وبنحط سناب بث خصم، لا اوصيكم. طيب، فريق الشوامخ صح؟ اتصال كلكم. طيب المجال. الله الله، لا يا بلال. طيب المجال الرياضي، انت فريق الرايقين. الحمد لله ان اتصالنا راح. طيب يقول كم عدد اللاعبين في فريق البوسيبل؟ 9 11 7. ما عندك هنا؟ انا ان شاء الله الاول على كل حال، لكن 9. طيب ثبت لي على ولا عليك امر 27 ثانيه. هو جاوب على 27 ثانيه وقال 9. وليش استعجلت؟ لانها لعبه امريكيه، ما لها شغل. ايه صح؟ ما ايه، اما تعطونا كره قدم. ايه ولا بلاها. وعلى كل حال ارجع واقول لك من غير قصور في اخويانا، احنا الاول لان عندنا 2000 وزود. عجل، مع النقاط اللي عندك زياده، انت قلت 9. نعم. ثبت وروح 270 نقطه، لانك وقفت على الثانيه 27، فنزيدها 0، 270 نقطه الى فريق الرايقين. طيب بكذا نحصل نقاط ونقول من تتوقع أن الأول؟ حنا الأول. الله يخليك. هذه على قولتهم خيارة سرية رايحة. لا لا واضحة. إلا والله واضحة. دحام. طيب. في مشاركة. أنا أتوقع أن الأول بس بالسالب. طيب خلينا نشوف. أبي المجموع ولا عليك أمر؟ لأني لو أخذت كذا ما خلصنا. لا ما عليك، مناحي ما هو فيه، ما حد بناشب لك. موجب ولا لا؟ لا لا لا. الرايقين. طيب طيب دقيقة، أنا تخثى، أخذ عليهم إنسرتات على كاميرا، فكين الأزمة دي لأن أنا أصمتها هنا. الرايقين. إيه الرايقين 2270. طيب الجوارح. ارجوك لا، الجوارح حقوت انكم تنجرحوا من الليل. كم؟ اعوذ بالله، اتق الله. كم كم؟ جمد يا خلاص خلاص. يا ربي ربه، يا ربي ربه، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. والشوامخ يا ساتر. يا اخي خلينا نزيد الشوامخ، والله انه ضحكنا. عندهم سناب يحمدون ربهم. طيب طيب متاكد؟ متاكدين؟ طيب باقي الحين اللي هي الثالثه والاخيره
اوه نسيت الشاهي انا معليش. باقي الثالثه والاخيره اللي هي مثل ما عودناكم دايم وش هي؟ اللغز البيتين. ترشحوا لي ها التاقي ذكرني فيه عقبها الحين البيتين. ولا عليكم امر كل فريق يجيني ياخذ ورقه بعدينك ثانيه اسلم مقاسالو قبل شوي ارجع اجلس لا اجلدك جلد قبل شوي انت ارجع اجلس جاي ياخذ ورقه بعد اقول قبل شوي انت تحسب النقاط ايه قلت لك ما يحتاج حسبه يعني ما يحتاج ترجع لهم إيه؟ لان مناحي ما فيها نشبلك لان اخر مره مناحي نشب في النقاط إيه؟ فبعد اذن العيال تحيه لمناحي اللي وحشنا جدا تستاهل ابو السيف. طيب خلاص ريحوا ثنيه ولا نروح بعطيكم بيتين اللي هي مثل دايم البيتين